جزاكم الله خيرا. هناك واحدة لم يتمم لها أهلها، فما الواجب عليها تجاه نفسها؟ هل تتمم عن ذلك أم ماذا؟ وكيفية ذلك وجهونا إليها جزاكم الله خيرا. لا يجب عليها شيء، لأن العقيقة التي يسميها الناس تميمة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، مستحبة في حق الوالد بأن يعق عن ولده، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وهي سنة إذا تركت فلا شيء فيها ولا يجب قضاؤها.